تحية لكم مشاهدينا مشاهدي قناة أوغارات ومستمعين إذاعة أمواج أف أم. طبعا نحن مستمرين معكم ببرنامج أوغارات معكم طيلة أيام الشهر المبارك. نحن اليوم متواجدين بقرية بكاس، طبعا القرية التابعة لمنطقة الحفة. طبعا رح نعمل جولة بهيدي القرية، نتعرف على الأهالي، ندردش معهم ونعيدهم بمناسبة شهر رمضان المبارك. أكيد حلقة جديدة، خلوكم معنا. يعطيك العافية خالك العام وانت بخير. وانت يا رب. شو بيقولوا لك خالتهم؟ والله من دي باركوكية. انت من زمان ساكنة هون خالي، شو اسم الضيعة هون؟ اسم بكاس تابعة للحفة. يعطيكي ألف عافية، كل عام وأنت بألف خير. جميع إن شاء الله، الله يوفقكم، الله يجعلكم دايمين. نحكي عن رمضان بقرية بكاس، نحكي كيف كان رمضان وهلا. الله كان بألف خير والحمد لله، هلا الحمد لله مليح والحمد لله. الرئيس معني خاصة من يوم نعم يبعثوا لنا معونات، عم يبعثوا لنا يعني الحمد لله. بس بالأول كان أحسن. ليش كان أحسن؟ ما كان على هالدنيا، هلا شي نار. اي والله يا عيني يا رب. خالة ام نديم قلتي لي؟ اي والله. كم عندك ولد خالة؟ والله عندي 3-4 اولاد. هاي بتي 9 عندك 9؟ ما بعرف عندها 9. الله يخليك. 80 سنة. العمر كله يا رب. الله يخلي لك يا 9 اولاد. هاي بتي. هاي مرحبا، يعطيك العافية. الله يعافيك. العام وانت بخير. انت بالف خير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ساكنين انتم هون بالقرية من ايمان؟ والله انا جينا بيوم اللي هالأحداث، جينا نزحنا وجينا لهون. وين كنتوا ساكنين من قبل؟ ساكن الحي بي بالشام. يلا يعطيكم ألف عافية. نحكي عن رمضان هلأ هون ببكاس. لا رب العالمين، الحمد لله الحمد لله، ألف ومحبة والحمد لله رب العالمين، يكثر خير الله الحمد لله. خالي شو بدك تحكي لنا لسام؟ والله ما فيني احكي شيء عن المليح، كلكم الحمد لله مليحين وبالف خير وبالف. شو بتشتغلوا خالي؟ انت اولادك كلهم مزوجين؟ 9؟ مزوجين كلهم. ساكنه لحالك؟ والله لوحدي، ما عندي الله على الله. ما بتشتغلي شيء حضرتك؟ شو بدي اشتغل بقى؟ بركبه. والله ما فيني شيء لحالي. شو بدي اشتغل؟ يعطيكي ألف عافية وكل عام وأنت بخير. عاد عليكي. الله يخليكم، إلهي يوفقكم يا الله جميع. حضرتك أولادك، أنت عندك أولاد كم ولا؟ عندي لله 6، 4 شباب وبنتين. شو بيشتغلوا؟ والله وحدة بمشفى ابن النفيس ووحدة بمشفى هون بالجامعة. بالجامعة؟ بالجامعة. خليلك يا هون يا رب. عام وأنتم بألف خير. خير إن شاء الله يا رب. الحمد لله. الله يحميكم لأهلكم ويخليكم جميع يا رب. الله يعافيك يا رب. حكينا عن جو رمضان هون ببكاس. الحمد لله الجو حلو ممتاز والشعب منحب بعضنا والحمد لله، كتر خير الله الحمد لله. يعطيكي ألف عافية وكل عام وأنت بألف خير. طبعا نحن بدنا منحب من أسرة المركز إذاعي والتلفزيوني باللاذقية قناة أوغارات إذاعة أمواج نقدم لك هيدي الهدية البسيطة ونتمنى تقبليها. بدنا تفضلي خالته. يعطيكي ألف عافية. الله يوفقك يا رب. العام وأنت بخير عمو. كل عام وأنت بألف خير. جميع ينعاد عليك بالخير. على الجميع، على البلد وعلى سيادة الرئيس وعلى البلد. حضرتك ابنك كمان؟ لا أنا زوج. زوج بنت. يعطيك ألف عافية وكل عام وأنت بألف خير. يا رب. شو بتشتغل عمو أنت؟ أنا مساعد أبو المتقاعد. يعطيك ألف عافية والحمد لله على السلامة طبعاً. الحمد لله رب العالمين. احكي عن رمضان ببكاس هون. رمضان كريم ورمضان أحلى أيام نمر فيها إن شاء الله بهالبلد. ورمضان عنا هون بالضيعة كويس كثير. الحمد لله. عن ذكريات رمضان، كيف كان شكل رمضان من قبل؟ رمضان كان من قبل يعني كانت الضيعة كلياتها هيك أجواء كويسة وما زال الحمد لله رب العالمين. كان في جامعات؟ أنت أكيد. والدولة السورية الله يديم سيادة الرئيس لحد الآن عم يعطوا إعانات للقرية. الصعوبات اللي عم نعاني منها هلا؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يعني سير هلا في ما في والله الحمد لله كله موجود. أو أولادك حد المدام قالت كم عندك ولا؟ عندي 6 أولاد، عندي 2 مصفات في الدولة و2 ضباط
عندي واحد سرح بالأحداث صار 4 سنوات، عندي واحد هون الحمد لله. يعطيك ألف عافية. تمام، كل عام وأنت بألف خير. طبعا نحن من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية قناة أوغريت إذاعة أمواج، حبينا نقول لك بس كل عام وأنت بألف خير، وهيدي الهدية البسيطة طبعا. عيد على هالبلد وعلى سيادة الرئيس وعلى مدارته بألف خير يا رب. الحمد لله. وأنت بخير عمو، يعطيك ألف عافية. بخير، سمو. شكرا لك. الله يعطيك العافية عمو، كل عام وانت بخير. انت بألف خير، كل سنة انت بخير. يعطيك ألف عافية. الله يعافيكي. شلون تشتغل عمو هلا؟ والله عمو قصة الغلمة. هاي بس خليني معي، خليك معك شوي عمو، طلع فيني. يعطيك ألف عافية، كل عام وانت بألف خير. بألف خير، الله يطول عمرك. طبعا احنا هيك عم نشتغل، هيك شغلك الأساسي؟ لا والله عم نربي لنا كم غلمة عندي، عم قصنا هلا، هلا موسمه. ليش نحن من أصل من أصل لهدول؟ مشان الشوب. جاي موسم صيف هلا. من سكان مدينة الحف، بمدينة بقرية بكاس. تمام، من كم سنة ساكن هون؟ طول عمري. شو بتشتغل حضرتك؟ كم عندك ولد؟ عندي 10. 10 ولاد؟ وأحمد شهيد ضلوا 9. العمر لإلك يا رب، الله يرحمه أكيد. وحضرتك بتشتغل بشو؟ والله مزارع. تمام، وهذون ولادك؟ واحد منهم. وولادك قد إيه أعمارهم؟ عندي من الـ 35 للـ 10. ما شاء الله، الله يخلي لك ياهن يا رب. وكلهم عندك بالبيت أم مزوجين؟ والله في منهم متجوزين وفي 8 بالبيت. تمام، كيف نحكي عن الأوضاع هلا؟ كيف شهر رمضان المبارك؟ الحمد لله. يعطيك العافية. رد صف أنت. سادس. سادس، كيف المدرسة؟ عم تدرس حضرتك؟ شطور بالدراسة؟ شو بدك تصير بس تكبر؟ بصير دكتور. دكتور دكتور خجلان. نحكي عن عادات شهر رمضان، طقوس برمضان، العادات بقرية بكاس برمضان، كيف شو بنعمل، كيف بنقضي؟ ما شايفه الواحد بيروح على شغله، والعصريات بيجي على بيته بيسوي لقمه اكل بيت والعم العم. شو الفطور اليوم؟ والله على الله مثل ما مسوي المره من الفطور. فجاه ما بتعرفوا؟ لا بالله. كيف الاوضاع هلا بالله؟ وانا ما في، الامور ضعيفه شوي. غلا؟ اي والله. يلا يعطيك ألف عافية، وأكيد كل عام وأنت بألف خير، والله يخلي لك هالولاد ويخليك فوق رأسهم. المدام ما بتشتغل شي ما؟ لا والله. يلا الله يخلي لك ياهن يا رب، ويعطيك ألف عافية، وكل عام وأنت بخير. طبعا نحن من فوق رأسنا يا رب. يعطيك العافية وكل عام وانتم بخير. ونحن من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية قناة أوغريت إذاعة أمواج اف ام، بنتمنى انه تقبل منا هي الهدية البسيطة وبمناسبة شهر رمضان المبارك، وكل عام وانت بألف خير يا رب. الله يعطيك كثر ألف خير، كون يسلم ايديك. شكرا لك. اهلا اهلا اهلا. طبعا نحن متابعين جولتنا بقرية بكاس لحتى نعيد على الأهالي هون بقرية بكاس وقول لهم رمضان كريم ينعاد عليكم بالخير. يعطيك ألف عافية عمو. يعطيكي الله يخليك. كل عام وأنت بألف خير يا رب. بخير يا رب. حضرتك هون من سكان قرية بكاس؟ سكان بكاس القديمين. يلا الله يطول بعمرك. قد ايه عمرك عمو؟ عمري 66 سنة. الله يطول عمرك يا رب. متزوج حضرتك؟ متزوج. حضرتك هون ساكن بالبيت مع مدامتك وال بريد تاني؟ بس انا مع اختي حاليا عازي، بجي بخدمها وبروح بيتي. انت بيتك ما هون يعني؟ هون بيت اختك. بيت اهلي. تمام، بيت ايه. اهلك. كم عندك ولد عمو؟ عندي 5 3 بنات و2 شابين. عم يشتغلوا شي؟ 2 جامعة، واحدة متجوزة وواحد متجوز، يعني انا عم اشتغل خدمون. الله يعطيك العافية. شو عم تشتغل عمو حضرتك؟ عامل بالاراضي والله. الله يعطيك العافية يا رب. هيك بتشتغل انت دائما اعمال حرة؟ أراضي، فلاح، مزارع. مزارع فلاح بيشتغل. احكي عن ايام رمضان. رمضان حلو، ايام رمضان حلوه، الله يجعل يكون خير اهل البلد وعلى المسلمين اجمعين يا رب. كيف طقوس رمضان هون بقريه بكاس؟ يعني كل واحد يبعث سك بالجار ويبعث له. لسه متواجده هي؟ ايه موجوده. ويعني الشغل تغير عن ايام زمان؟ لا هذا هذا هو، ما غير شيء ابدا، رغم تغيرت الظروف بس ما تغير شيء. الظروف هلا يعني لا الحمد لله رب العالمين، كلهم متخاوين يعني، كلاتنا واحد قال اخ الثاني بكره اللي عنده. تمام. ايه خلينا نشوف اختك كمان. طبعا حد هي شو مرضه؟ حكي حكي. يلا يعطيكي الف عافيه. اوف كل عام وانت بالف خير. الله
يخلي لي اياك يا رب. امين يا اب. الله يسلمك يا رب، كل عام وانت بالف خير. الله. هي شو مرض عمو؟ تخلف عقلي. ولادي منطق صعب عليها من اول ما خلقت. ولادي من الولاده. ولادي ما فينا تمشي يعني. حضرتك انت بتنتبه عليها. انا هون جنبها ما بترك. هي ما عندها اخوات غيرك او انه بس في بس ما في غيري؟ يلا الله يخلي لك اياها يا رب، وكل عام وانت بالف خير. طبعا نحن من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه، قناه اوغريت، اذاعه امواج، حبينا نعيد عليكم بهيدي الهديه البسيطه. متمنى تقبلنا. كل عام وانت بالف خير. الله يحمي لك صحتك. عافي. الله يعافيك يا رب، يحمي لك صحتك. لا ما بشكل، براحتك، يحمي لك صحتك يا رب. تعافي. الله يعافيك يا رب. سلامي ادي سلامي سلامي اكساي الله يسلمك يا رب، كل عام وانت بخير. الله يسلمك. شبي اول صحه وهنا صايمه، يعطيك الف عافيه. اوف الله يعافيك يا رب. طبعا اكيد نحن متابعين وما زلنا مستمرين بحلقه اوغريت معكم على قناه اوغريت واذاعه امواج اف ام بحلقه اليوم بقريه بكاس. طبعا نحن متابعين لحتى نتعرف على اهالي القريه ونعمل معهم، ندردش معهم، ناخذ منهم لقاءات ونعيد عليهم. يعطيكي الف عافيه خالد، تفضلي. تفضلي خالتهم. يعطيكي الف عافيه. يعافيكي ربي. كل عام وانت بالف خير. الف خير. رمضان كريم علينا وعليكم. رمضان كريم. شو اسم حضرتك؟ هيام زهير خلاب. هيام زهير خلاب. خلي لي اياك يا رب، كل عام وانت بخير. وانت بالف خير يا رب. حضرتك من سكان بكاس هون؟ من سكان بكاس. ساكنه انت ومين؟ في كنايمي اثنين وجوزي واولادي عساكر. الله يخلي لك ياهن، يحمي لك ياهن يا رب. يحميك يا رب. نحكي عن الاوضاع الظروف حاليا بشهر رمضان المبارك. الحمد لله، الله عم يجبر يعني بهالايام هذه، شايفه غلا وبلا، وعم ندبر راسنا بهالايام هذه. شو بيشتغل جوزك؟ والله متقاعد. يحمي لك يا. الله يسلمك. وكناينك بالبيت بيشتغلوا شيء؟ لا كلياتهم قاعدين، رجالا عساكر. معتمدين على 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 الشباب يعني بالمصروف بالبيت؟ لا والله ما معتمدين على الشباب، اللي الله بيألهمنا على من ذيك زارع شويه خسات شويه بعدونسات، يعني اللي من هالارض اللي شو بيطلع حوش وبساعده، والطبخه عندي وبوزع له. انت اللي عم تهتمي فيهم؟ اي يعني بتعرفي الكبير بضم مدبر اكثر من الاولى. عندك احفاد؟ لك البركه، عندي واحد عنده اربعه وواحد عنده سته، وهذا حفيدي. الله يخلي لك ياهن يا رب. الله يسلمك. عملنا اليوم على الفطور خالد؟ والله عملت حنطه فضل دياتك على عظم، ما عم نقدر نجيب لحم صراحه ولا فراريش ولا شيء. غلا والله. اي والله الحمد لله رب العالمين، نشكر الله. الله يعطيك العافيه. عافيك. شو بدك تحكي لنا عن ذكرياتك بشهر رمضان؟ كيف كانت الايام، الجمعات، لما الايام يعني هلا لانه الضيعه فاضيه وما في حد من غير شو. كان فيها سكان اكثر القريه؟ لا مليانه كانت، والعالم هيك تهز، وكانت مع احلاها وزلاغيت، ونهار العيد يجوا الشباب يدقوا ويغنوا ويجيبوا. ذكرت لنا شيء زلغوطه من ايام زمان؟ لا والله هذه اللي ما بعرف. ولا تهليله ولا شيء؟ ولا شيء في الدنيا اللي الله خلقه. جوزت اولادي كلهم ما عرفت لك ظل. والله ما بعرف يا بنتي. يلا يعطيكي الف عافيه. كل عام وانت بالف. بالف خير وكثر خيركم ويرزقكم. إذاعي والتلفزيوني باللاذقية، قناة أوغريت، إذاعة أمواج، حبينا بس نقدم لك هاي الهدية البسيطة، بنتمنى أن تقبلية منا أكيد يعني. يسلم دياتكم ويديمكم للوطن ربي. عمو يعطيك العافية. يعطيك الف عافيه. الله. كل عام وانت بخير. الله يحفظك. الله يحمي لك صحتك يا رب. الله يحفظك ويسلمك. قد ايه عمرك عمو؟ 75. العمر كله يا رب، الله يخليك. حضرتك شو كنت تشتغل؟ مش عن شيء، ولا متقاعد ولا شيء. متزوج حضرتك؟ ايه. كم عندك ولد؟ 9 وانا وامنا 2 11. الله يخلي لك ياهن. شو اعمالهم، كبار صغار؟ والله معك من 60 ونزلي. ما شاء الله، الله يخلي لك ياهن يا رب. مزوجين كلهم؟ عندنا وحده عازبه بالبيت. شو بتشتغل الصبيه؟ مش قاعده في البيت. ايوه. كيف الايام، كيف الاوضاع؟ بتسوى ليكي، انا حكمي جلطه وشلل ايدي واجري. خير.
خير من شو؟ شعرك الله جلطة. هلا جابوني من المشفى. خير. رحنا نظرنا. تنظير؟ شو معك؟ تصوير. قال معي قرحة بالمعدة كمان. قرحة بالمعدة؟ هي قالت لي الدكتورة. قال ما فينا تحليل، ما في تحليل بقى لنهار التاني. لأنه قال بكرة عطلي وبعد طبعا الأحد عطلي كمان. قالت لي نهار الأحد بإذن الله بتحللوا وبتجي لعنا لنشوف كيف بدنا نسوي. معك قرحة؟ قال معي قرحة بالمعدة ومعي شلل. ومعي إيدك ورجلك؟ من أيمت إجتك جلطة؟ سنتين. الله يشفيك يا عمو ويخلي لك صحتك. ومدام تشتغل شي مدام؟ يلا يعطيك ألف عافية. شو بدنا نحكي عن ذكريات رمضان أيام زمان؟ الله يعيده علينا وعليك والعالم كله بخير من جهة. الله يوفق كل العباد، الله يرزق كل العالم، الله يرزقنا مثل العالم. لك الصحة يا عمو. نعم تذكر شيء أيام زمان كيف كان رمضان هون بقرية بكا؟ كان من قديم رمضان شوف بيتنا فيه بالآلاف العالم. كان رمضان هلق ما في حدا بيتين ثلاثة ما في غيره. الله يعطيك ألف عافية يا رب. الله يعافيك. كل عام وانت بخير. الله يسلمك. طبعا نحن من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية قناة أوغريت إذاعة أمواج حبينا نعيد عليك عمو ونقول لك كل عام وانت بألف خير بهالهدية البسيطة. طبعا بتمنى ان تقبلها منا ويسهل أمركم. تفضل عمو. تفضل الله. وسلامتك يا رب. علينا الله يسلمك. سلامتك. الله يسلمك. طبعا مثل ما شفنا قرية عم تتميز بالفعل بالبساطة والتواضع. اكيد نرجع نقول لهم ونعايدهم من قناة أوغريت وإذاعة أمواج اف ام. يعطيك العافية. لين الله يعافيك حياتي. حضرتك خالته سميحة أسعد. محمد سميحة أسعد. سميحة العمر كله يا رب في العشر الأسامي عفوا. عايشة أنا وأختي كمان بالبيت لوحدنا، أنا متوفاين ما في عنا حدا، لحالكم ساعة أنا وأختي بس بالبيت والحمد لله رب العالمين. ما عم تشتغلي شيء انت؟ لا والله منشتغل اذا حدا بده يقطف شيء نساعده وهيك بس. قصدك على الموسم مثلا زيتون او دخان هون؟ لا ما في دخان، ما حد يساويها، تقطيف هيك من الاشجار و... شو في مزروعات هون مثلا؟ مشكله والله مشكله، والصيفيه بيعملوا هيك زراعه، باذنجان، بندوره، يعني شغلات صيفيه مو للبيعة طبعا. انتوا بتساعدون تشتغلوا هيك؟ اجار ايوه. واختك كمان؟ لا والله ما ايام بتساعدني ايام ما بتساعدني. الله يخلي لك اياها يخليكم ضبعه. الله يسلمك. نحكي عن ايام رمضان ايام زمان. كانت رمضان حلوه بالاول بس الحمد لله رب العالمين. خير. شو الفطور اليوم؟ الفطور بدي اسوي شوربه كبه بس. صحة وهنا يا رب. بندوره ما صح لي حدا فنازل من الحاره لفوق له. مشان تجيب بندوره. كيف اسعار البندوره الايام؟ والله كانت باربعه هلا بثلاثه، بثلاثه ونص، ب 2500 حسب كمان جمالها يعني، بس بنجيب من اوسط الحال يعني نجيب نص كيلو مشان نسوي حبه سلطه يا فتوش. يلا الله يرزقكم يا رب ويفرج على الجميع. طبعا شكرا لك. كنا شيء من ايام زمان كيف كان رمضان؟ والله كما عم اقول لك كان حلو وكان يعني غير هيك. هال هالشيء يعني كله تغير هلا. شو اللي تغير احكي لي؟ تغير بالغلاء مثلا، كان شيء موجود مثلا نعمل اكثر من اكله، هلا الحمد لله رب العالمين. هلا شو؟ والله في نقص كثير يعني والحمد لله رب العالمين، ساترى الله. يلا كل عام وانتم بالف خير. طبعا نحن من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه قناه أوغريت اذاعه امواج حبينا نقدم لك هيدي الهديه البسيطه. تفضلي خالته نتمنى انه تقبلي مننا. شكرا يا روحي. شكرا. تفضلي كل عام وانت بخير. اهلا يا روحي. اهلا. طبعا اكيد نحن متابعين حلقه اليوم بأوغريت معكم بقريه بكاس. طبعا يعطيكي الف عافيه. يعافيكي. اهلا وسهلا فيكم. نتعرف على حضرتك. زمزم الحداد. شو ما شاء الله هالاولاد خيلك ياهم. احمد يخلي لك ياهم يا رب. اربع بنات صبي يخلي لك ياهم يا رب. طبعا حضرتك هون من سكان قريه بكاس؟ نعم متزوجه هون. ايه وين كنتي ساكنه قبل؟ من حفه. الحمد لله على السلامة وإن شاء الله ويخلي لك هالولاد الحلوين. شكرا. من زوجي يشتغل. زوجك؟ زوجي عامل. وعندي خمس أولاد مثل ما شايفة بعينك.
كيف الاوضاع هلا؟ كيف شهر رمضان المبارك؟ بيضل بيقولوا له رمضان كريم، بتضل هاي الكلمه يعني بتذكر على لساننا، ورب العالمين بيبعث لنا الخير وكبلت بوجودكم. اهلا وسهلا. الله يسلمك. احكي لنا كيف كان ايام رمضان من قبل؟ اكيد كانت اللمه غير، والناس والرحمه اكثر من هلا. ايه والحمد هلا الحمد لله. نتمنى الله يرجع لنا الغياب وتكتمل فرحتنا اكثر. خلي لك هالولاد. لمي. مرحبا. لا اهلين. شو اسمك؟ نور. عاشت الاسامي يا نور. حافظه شي غنيه؟ غنينه غنيه. غني لي يا ماما يا ماما. تعال غني. شطوره انت يا ذكري. اسمك نور؟ ايه. وانت احمد؟ احمد. احمد هوايته الدجاج. بتحب تربية الدجاج؟ ايه. عنده؟ ايه. شو بتشيل كل يوم من عند الدجاجة الا شو؟ بيضة. ما شاء الله عليك، الله يحمي لك يا هون. مرحبا. اهلا. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك انت؟ مريم. مريم صف شو؟ خامس. شطورة بالمدرسة؟ شو بدك تصيري بس تكبري يا مريم؟ محامية. يلا ان شاء الله بنشوفك احلى محامية. هون. مرحبا. الله. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك انت؟ احلام. يلا حلم احلام. اسمك احلام؟ شو احلامك؟ شو بدك تصيري بس تكبري؟ دكتورة. دكتورة. بتحب تصيري دكتورة؟ ايه. يلا ان شاء الله بنشوفك احلى دكتورة. طبعا كلهم بالمدرسة. ايه تقريبا، يعني رودة الاخر عندي طفلة. ايه تقريبا. ايه يعني كلهم بدهم ثياب، بدهم شغل المدرسة. ايه والله والله غير شكل. ايه والله كلياتهم بدهم تجهيزات على ثياب على العيد وغير العيد يعني كمان. في غير زوجك عامل؟ لا الحمد لله، يعني كل اخواته من غير شر غياب وهو حاضر هون. شو عم يشتغل هو؟ مثل ما قلت لك عامل. ايه خلي لكم يا يلا. سلامي سلامي. شو عاملين على الفطور اليوم؟ نعد لك من معكرونة، وجبة الأطفال الأساسية عندي جوزي الفتوش، فينك تقولي البطاطا المقلية دون، وجبات الرز هاي كمان من الصفرة، الشوربة أساس هي والكبة. إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير يا رب. طبعاً نحن من أسرة المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية، قناة أوغريت، إذاعة أمواج، حابين بس نقدم لك هالهدية البسيطة طبعاً وللأطفال الحلوين. إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير يا رب. خير وأهلا وسهلا فيكم ومنورين. أهلا وسهلا يا ربي. خليلي ياكي. تسلمي. رمضان كريم إن علينا وعليكم يا رب. شكراً كتير. خليلي ياكي. باي. طبعا هي كانت حلقتنا لليوم من أوغريت معكم بقرية بكاس طبعا التابعة لمنطقة الحفة. طبعا شفنا طيبة الأهالي والبساطة بهيدي القرية. أكيد نحن منرجع منلتقي فيكم ببرنامج أوغريت معكم على قناة أوغريت وإذاعة أمواج FM أكيد بكرة بنفس الموعد. خلكم معنا، إلى اللقاء.